أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل النية للصيام تشمل كل ليلة من ليالي رمضان أم تكفي نية واحدة لأول ليلة، وهل هذا يشمل قضاء؟ نعم، لا بد من النية لكل ليلة، لأن كل يوم عبادة مستقلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت النية أو يجمع النية من الليل. وهذا في جميع الأيام، سواء كان فريضة أو نافلة، فينوي لكل يوم نية مستقلة. وإذا قام في آخر الليل وحضر السحور وأكل، هذا دليل على النية، هذا دليل على النية، قيامه وتسحره هذا دليل على النية. ولا يجوز أنه يقول نويت، يتلفظ بالنية: نويت أن أصوم. النية معناها أن الإنسان يقوم ويأكل ويشرب لأجل أن يصوم، هذه هي النية. نعم.